وين السلطانة؟ السلطانة هيام رح تضل عن جلالة السلطان هالليلة. في شي ضروري لازم أحكي معها، شو أعمل؟ ما بتجي للصبح. شو في وئام؟ شو صاير؟ مشكلة كبيرة، رح يضحوا بالست فريال، بدهم يطردوها من القصر. أهلا وسهلا يا هويا. سليمان، شو صاير بهالقصر؟ ما عم شوف حدا مبسوط. قلت مننبسط شوي أنا والبنات، مشان هيك عملت حفلة. بس السلطانة الأم إجت وعصبت علي. أنا ما عم بفهم ليش أنا معاجبتها، ليش ما بتحبني؟ ما بعرف. ما بيكفي يا هيام إنه أنا بحبك؟ بيكفيني يا مولاي، حبك عندي بكنوز الدنيا كلها. بس إذا بيجي يوم بتتغير مشاعرك، وقتها أنا رح موت. ما بدنا نحكي عن الموت أبداً. بحب على طول شوف وشك الحلو عم يضحك لي. مي برنسيسا، كيليا باس نو كوميديا بينينا بينتا ني اكيدا بوتو استوي بنسانتو كارمينيا بيرو نو انكويندو ترو ساليدا سيريفيا ايمي برنسيسا سوموفو. يا ريت لو كنت بعرف، كنت طبخت الأكلات اللي بتحبها مولاتي. كأنه ما حدا انبسط بجيتنا. طبعاً استغليتوا عدم وجودنا هون وتركتوا شغلكن. أعوذ بالله، معقولة نعمل هيك يا خانو؟ والله ما عم أطلع من المطبخ من خوفي من الوباء. أهلين درة خانو. أنت أكيد ما رح تتركني مرتاحة. هات لشوف، احكي لي. في موضوع بيتعلق بفريال خانم يا ست درة. أنا كنت بدي أسألكن عنها. الباشا بعتها لهون، خير إن شاء الله. شو في؟ هو بصراحة ما بعرف شو صاير معها، بس واضح إنه حالتها صعبة. أنا زعلان كتير مشانها، فقلت بخليها هون حتى ترجعوا على القصر. لو شفتي يا بس وصلت شلون كان وضعها، مو طايقة تحكي مع حدا بنوب بنوب. صايرة ما عم تطلع من غرفتها، وفوق هاد كمان اتخنقت مع كوسر. أنا قلت بحكي مع الباشا بركي بيشوف شو الموضوع وبيقدر يحللها إياه. أم قال لي بعتوها على القصر القديم. يا الله دخيلك، شو عاملة؟ والله علمي علمك. أرمين، أرمين،
ما بحب شوفك هيك. أنا منيحة. قلبي محروق عليك يا أرمين. بحياتي ما حبيت غيرك. هيك بتروحي وبتتركيني لحالي؟ بفهم إنه أنا الوحيدة اللي حبيتها؟ إيه صحيح، أنت حبيبتي الوحيدة. اسمعي، أنا بدي روح معك، بدي روح. ما فيك، بس أنا قلبي رح يضل معك، رح أدعي ليل ونهار إنه الله يكون معك وين ما بتروح. صدقني أنا مستحيل إني أنساك.
سمحتي شو بدك تعملي فيها؟ الله يخليكي سلطانة اعطيني اياها. سلطانة سلطانة تركيا أكيد أنت صاير معك شي. قولي فريال شو هو؟ لما الواحد بيحكي مشاكله أكيد بيلاقي لها حل. ما صار شي بنو. تعرفي إنه أنا بحبك وبدي حاول تضلي هون، بس لازم تكوني صادقة معي حتى ساعدك. لا تزعلي يا ست درة، أنا رح أعرف دبر راسي. لا تاكلي همي. أنتي بتعرفي بكرة سنبول بده يبعتك على القصر القديم، رح تخدمي هونيك لفترة وبعدين بدهم يلاقوا لك رجال مناسب لحتى تتزوجي. لو يقبلوا اني ضل هون لبين ما يلاقوا لي عريس، حاولي معهم. سلطانة، نشكر الله على رجعتك إلنا بالسلامة. ست فريال، قالوا لي إنك رجعتي لهون. أنا حابة أتشكرك لأنه خدمتينا هنيك، يعني ضليتي شهور عنا ودرتي بالك على القصر. هي وظيفتي يا سلطانة. حاعتبر الشي اللي مرينا فيه إنه كابوس، وإنتي كمان. بتوقع هالشال لإلك. اي نعم. موقعتي بقوتي. بجوز واقع وانا عم رتب الجناح، عم دور عليه لي كم يوم. شكرا لك. وين السلطانة الأم؟ هي بجناحها يا سلطانة. مولاي تعال يا مأمون أغلو. باشا، الباقي بحياتك. الباقي بحياتكم. شكراً لكم. مع
مولاي بتحبوا تقولوا لي شيء قبل ما سافر؟ أنا هلأ طالع على بودين. روح الله ييسر لك. اخترتك أنت لتقوم بهاي المهمة. أنت رايح باسمي تلبس الملك التاج. هذا تاج العدل يا بالي بيك. كون مطمن مولاي. Eure Hoheit hört zu. Wann werden wir uns von diesem Ottomanen rächen? Es ist nächste Zeit gekommen. Wann werden Sie auf der Throne sitzen, das Ihnen gehört? Wann werden wir zu Sultan Suleiman Zurcha kommen? Prinz Frederik, lass dich von ihrer Wundisch runterkriegen, beruhige dich. Solange Sie die Krone im Palast Budin haben, solange Zapolio weiter regiert, kann ich von meinem Königin nicht regieren. Angenommen. Ich nehme die Krone von Palast Budin und bringe sie euch. Dann seht ihr die Kornisch. Wer die Krone hat, hat auch die Macht. Nicht regieren. Solange sie die Krone im Palast Budin haben. Ich werde sie holen. Das Feschi breschi esch. Und den Sultan Suleiman Fretsch zu machen. حرقت كل شيء لأنه شوفت هالغراض كتير كانت عم تعذبني وضليت للصبح وأنا عم بقرأ قرآن وأدعي. الله يكون معك يا بنتي، إن شاء الله ربنا رح يستجيب لدعواتك ويفرج لك همك. آمين آمين. أمي، شو رأيكم تجوا لعندي اليوم؟ مثل أيام زمان، حابة نكون مجموعين سوا. السلطان قلقان عليك كتير، اليوم كان ناوي يزوري. أهلا وسهلا، تعالوا كلكم. خلص إن شاء الله، اليوم المساء منجي منزورك. مولاي بالي بيك كتير متضايق، بجوز هاي المهمة تساعده لحتى ينسى. الله يكون بعونه. شخص مثله شجاع ومخلص لإلنا مكسب كبير للدولة العلية. أكيد. مولاي العائلات يلي تضررت من المرض وخاصة الأولاد والنسوان هن هلا تحت حمايتنا. تمام. اهتموا فيهم كثير يا إبراهيم. أمرك. كيف خديجة؟ منيحة مولاي. وأكيد رح تتحسن بس تشرفونا بزيارتكم. رح أجي. بعد إذنك مولاي، فينا نستقبل الأميرة إيزابيل عنا بالقصر؟ كانت حابة تشوف السلطانة وتعزيها بنفسها. مولاتي سلطانة القصر. وقام شوفي؟ طول الليل وأنا عم دور على حضرتكم. وهي لقيتني، يلا أحكي. سلطانة، الست فريال ناويني أقلعوها من القصر. ليش؟ والله أنا ما بعرف شو السبب. السلطانة الأم بعتتها لعند السلطانة خديجة، بس إبراهيم باشا ما بده إياها عنده، وهلأ هي مو من حرم السلطان. يعني بالمختصر، الست فريال ما رح تضل هون بالقصر. الله يخليك يعملي شي شغلة، قلي لهم إنه ما بيجوز هيك، ما في حدا ممكن يمنع هالشي غير حضرتكم يا سلطانة. يا بنات لا تنسوا هداك الصندوق. ليكون مو عاجبك. أنا قلتلك من قبل، بعمرك ما تتجرأي علي. هون بالحرم لك في قواعد أساسية، وأنا أهم قاعدة. سلطانة، شو عم يصير هون؟ الست فريال رح تروح من هون، فقلت بنجي بنساعدها لحتى تضب اغراضها.
هالشي مستحيل إنه يصير. فريال رح تضل هون. إيه بس يا سلطانة، هي أوامر إبراهيم باشا. سيمبول، قلتلك حتضل. ما سمعتوا السلطانة شو قالت؟ الست فريال رح تضل. رجعوا الأغراض لمحلها. طلعوا لبرا. وئام، وانت طلع اتركني لحالنا. امركم يا سلطان. حبيبتي. هو مولاي وينه هيام؟ طلعت من شوي عن إذنكم. الضوء كتير حلو، انت من وين جبتي؟ هذا الضوء لأمي، أخذته من الصندوق يلي كان هنيك. حبيبة قلبي. انت من أحسن الناس يلي إجوا هون على القصر، وإبراهيم باشا على طول بصفك. شو صار فجأة حتى صرتوا أعداء؟ أعوذ بالله يا سلطانة، عداوة شو؟ هنن رجعوكي لهون، مو معروف شو عملتي لحتى بعتوكي. شوفي قولي، لأنه أكيد صاير شي. الباشا عصب مني وقت يلي السلطانة كانت رح تنتحر، وكمان حملني المسؤولية. قال كان لازم ضل معه وما أتركها. وقبلها كمان موتت ابنهن، بس هالشي هاد ما إلي ذنب فيه. وجو القصر ما عاد ينحمل، وصرت حسه عم يخنقني، لهيك ما قدرت اتحمل. لهيك رجعوكي؟ بسيطة، إذا بترجعي معي مثل الأول، أنا الوحيدة هون اللي ممكن أحميكي. سلطانة، أنا ما رح أنسى كرمك معي. شكراً كتير إليك. كيف رح رد لك هالمعروف؟ الأيام جاية فريال، لا تهتمي. إبراهيم باشا أمر إنه الست فريال تترك هذا القصر وتروح على القصر القديم. إذا إبراهيم باشا أمركم بهالشي، ليش لساتها بالقصر؟ كنا رح نبعتها يا مولاتي، بس السلطانة هيام ما سمحت لنا بهذا الشي. شو يعني ما سمحت؟ ليكون الحرم لك ملكة. أنا عم أمركن روح بعتها فوراً. مولاتي السلطانة، ممكن بعد إذنك إني أطلب من حضرتكن هالطلب؟ قولي درة. الست فريال صار لسنين هون خدمت سلالتكن بالقصر بكل إخلاص، ما شفنا منها أي خطأ لحد هلأ. مولاتي سنبول قال عاملة مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. عرفت مولاتي، مزبوط، بس هي ندمانة على اللي عملته يا سلطانة. يا ريت تعطيها فرصة أخيرة مشان تصلح هالغلطة. كواندو لو سلطانة هيام سينغوميندو دي كويدو باسار اسمو اسيد بلايدو دي بيرايا بير بنيتو.
أميرة إيزابيل؟ جهزي حالك يا أميرة، في عندي أوامر مشان أخدك هلأ ونروح على قصر إبراهيم باشا. السلطان سليمان رح يجي كمان؟ عم بستناكن لبين ما تجهزوا. كارمينيا بريبارا مي ماس هيرموسا. مريم بابا كان هون. انتي ليش ما عطيتيني خبر؟ والله طلعت دورت عليكي ومولاي السلطان ما طول كتير. سلطانة درة خانم هلأ خبرتني إنه رح تروحوا على قصر السلطانة خديجة لأنه كلياتكم معزومين على عشاء هنيك. والله جد؟ حلو كتير. نيلوفر يلا بسرعة تعالي ساعديني، لازم نكون أحلى وحدة. مولاي أهلا وسهلا فيك. مولاي تفضلوا. مولاتي الحمد لله على سلامة السلطانة خديجة يا باشا. الله يسلمك يا سلطانة، تفضلي. شرفت مولاي. وشك منيح هلأ مولاتي. أنا عزمت الأميرة بإذن من جلالة السلطان. شلون؟ إن شاء الله صحة وهنا طيبة، ما هيك؟ بشرفي طبختها بإيدي، صير وشك قد اللقمة يا فريال. من اليوم ورايح أنا رح أهتم فيكي، ما بدي إياكي تحملي هم أبدا. شكرا يا وئام، أنت ما بتقصر. أهلا وسهلا. هلأ ما ضل عندك لا شغلة ولا عملي غير الست فريال؟ يعني ما عندك أي شغل؟ يا خوف قلبي تكون عشقانة لفريال، مزبوط؟ ولا شو هالحكي هاد؟ ست فريال تعي. تفضل سنبل آغا. بأمر مباشر من السلطانة رجعتي مرة تانية لوظيفتك اللي كانت بالحرم لك، لكن مالك المشرفة على الجاريات، ولازم تنتبهي كتير منيح لأنه أي غلطة رح يزتوكي برات القصر. إيه فهمت. روحي تافه جربوع. شكله كتير حلو هالخبر، ما هيك؟ ايه والله. كيفك؟ شكرا كتير، منيحة. بتمنى ما تكون انزعجتوا من وجودي. لا ابدا. ما قلتي لي شو رايك بهالمفاجأة؟ شمتان فيني يا باشا؟ رح يجي يوم وتندم على كل شي عم تعملوا فيني. مو انا اللي رح اندم. أميرة إيزابيل، هذا الطوق سويته خصوصي لإلك
وما بدي اياك تقيمي من رقبتك لو شو ما صار يصير. شكرا سليمان، بس بعد اذنك حابه اروح البسه. تفضلي. لكن لساتك هون يا أميرة إيزابيل. وين رايحة؟ تركيني. شو بدك؟ عم قلك خليكي. أنت شو عم تعملي؟ فوتي قدامي. فوتي. أنت شو بدك مني؟ ليش ما سافرتي؟ ليش ما رحتي؟ إبراهيم باشا مسكنا بالباخرة، طلع بيعرف الخطة. هالشي مو مزبوط. هي لعبة بينك وبين إبراهيم. أنتي وإبراهيم باشا اتفقتوا على شي شغلة. بعرفكن منيح، ما فيكن تضحكوا علي. وتذكري هو يام رح تدفعك تمن. بعدي هيك تركيني. بعدي بعدي. أنا ماني جاريتك هون، فهمتي؟ أنا ماني جاريتك هون، ما فيكي تتعاملي معي هيك. أنا أميرة يا هو يام، ماني مثلك من الشارق. شو قلتي؟ انتي أميرة وأنا من الشارع؟ اه؟ ايه صحيح. بعدين أنا ماني لعبة بين إيديكي هون لحتى تقولي لي إمتى بدي روح وإمتى بدي إجي. لا، أنا ما بمشي بأوامر حدا يا هيام. لكن مو حابة تروحي؟ شو هو السبب؟ ليكون فعلاً حبيتي لسليمان. احكي لشوف. جاوبيني بسرعة. ايه انا بحبه. شو رح تساوي يعني؟ رح تقتليني؟ ها؟ اقتليني. ما بيطلع بايدك تساوي شي. انا رح ضل بهالبلد، رح ابقى مع سليمان، وحتى لو بدي حارب مشانه انا مستعدة. يعني انتي قررتي تبقي هون مو هيك؟ انا خاطرت بحياتي مشان تروحي لبلدك، بس انتي رفضتي وبقيتي. انا بدي السلطان سليمان وماني راحة من هون. سلطانة، أميرة إيزابيل، بعتذر إذا قطعت عليكم الحديث، بس جلالة السلطان بده يرجع على القصر، وكمان
في خبر مهم جلالة السلطان رح يخبرك إياه يا أميرة. سلطانة، انت شو اللي موقفك عندك؟ سلطانة، حبيت شوف اذا كان لازمك شي. اي لازمني شي، بس ما بعرف اذا فيكي تساوي. طبعا بساوي، انت بس امريني وانا مستعدة لاي شي. بدي تروحي وتقتلي الاميرة ايزابيل. بس يا مولاتي، شلون بدي اقتلها؟ بجوزي مسكوني. عأساس رح تساوي اي شيء؟ شو خفتي؟ جباني. تلاقي الوقت المناسب أنا رح موتها. أنا بوعدك. جناب الباشا، حبيت خبرك إنه كل أوامرك تنفذت وبالتمام. شكراً إليك ست درة. ممكن أفهم هي شو عم بتساوي هون؟ أنا ناوية أحكي مع حضرتك بهالموضوع باشا. تفضلي. السلطانة هيام هي اللي منعتها تروح، ولما خبرت مولاتي بالموضوع ما كان عندها مانع إنه تبقى هون. يعني فريال رح ترجع على شغلها مثل الأول. بما أنه السلطان الأم هيك شايفة، ماشي. هداك اليوم على الحفلة. طيب هي شو اللي جابها لهون؟ أكيد انتقلت لهون لأنه جايبة كل أغراضها معها. هي شو اللي جابها لهون؟ والله يا عملة جن. خير إن شاء الله، ليش جاية؟ احكي. حبيت أتسمن عليكي، مو عاجبني وضعك بنوب، صار لك فترة متوترة على طول. ومين قال لك أصلاً إني متوترة؟ مو جاية على بالي عصب. شوفي يا هويام، بصراحة أنا جاية مشان سبب تاني.
شو الموضوع؟ إلك عندي مفاجأة. الأميرة إيزابيل هون بالقصر هلأ أجت، وهي عند السلطانة الأم، وحتصير عشيقته للسلطان ومرته، وحتجيب الأولاد. مين؟ الأميرة إيزابيل. حاجتك بقى، هاد كله كذب. طالما أنت مو مصدقة اللي عم قوله، تعالي وشوفي بعيونك. أنت هلأ بحرم لك السلطان سليمان، ورح تكوني واحدة من المفضلات، ورح يكون إلك مكان خاص فيكي. وإذا بتلتزمي بالقواعد المعروفة هون، رح تعيشي حياة ما بتحلم فيها أي وحدة. ولازم تعرفي شغلة، يلي بهمني هو سعادة ابني السلطان، وبتمنى إنك تجيبي للسلطان سليمان الذرية الصالحة. والله يسعدكن مع بعض.